تعالى بقى نروح، مع حضراتكم دلوقتي للقطات الواحد كأهلاوي بيحس ان هو يعني عنده فخر بيها. اتحادات وانديه كتيره جدا هنأت النادي الاهلي بالسوبر الافريقي، شركه استادات خليني اقول لحضراتكم كمان هنأت النادي الاهلي بالسوبر الافريقي، يعني تهاني كتيره جدا انهالت على النادي الاهلي من تكلم داخل مصر او من الخارج. الكاف اتحاد الكره المصري وانديه في الداخل والخارج، وزير الشباب والرياضه، اعضاء مجلس الشيوخ، فنانين، شخصيات عامه، نادي الزمالك، ودي بقى حاجه يعني محترمه جدا بصراحه وعجبتني. هي دي الرياضه المصريه وهي دي الروح الموجوده الرياضيه اللي احنا دايما او اللي احنا تربينا عليها. نادي الزمالك كمان يعني هنأ النادي الاهلي، والحقيقه هنرجع نقول تاني لفته جميله جدا وحاجه محترمه جدا، وكابتن محمود الخطيب اكيد اكد تقديره كمان لهذه المبادره او التهنئه. شركه استادات الوطنيه كمان زي ما بتقول لحضراتكم هنأت النادي الاهلي و أكدت أهمية التعاون المثمر بين الأهلي والشركات، شخصيات كمان عامة كتيرة جدا، وحاجة كانت جميلة كده أن أنت تيجي تلاقي كل العالم بيهنيك. كمان عايز أقول لحضراتكم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وجه التهنئة لكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي على التتويج بالسوبر الأفريقي. فأنا ما بعرفش كده، بحس أن الواحد المفروض يبقى مبسوط طبعا لما أكيد حاجة تشرف، بجد حاجة تشرف لو هنختصر يعني في مصطلح، هي حاجة أكيد تشرف.